دكتور رضوان، يعني مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل كثيرا يتحدث منذ بداية هذه الحرب عن الوضع الإنساني الصعب، عن ضرورة الذهاب إلى تهدئة، إطلاق سراح المحتجزين وما غير ذلك، وهو واحد من أكثر المسؤولين الأوروبيين الذين يدلون بتصريحات في هذا الشأن، وأحذر مؤخرا طبعا حتى من مسألة تعليق الدعم المقدم للأونروا، ورجل قال إنه لا يوجد أي منظمة يمكنها أن تعمل عمل الأونروا في القدس المحتلة طبعا بما فيها غزة. لماذا يبدو بوريل يغرد وحيدا في تعليقه على هذه الحرب تحديدا؟ لأنه هو صوت من لا صوت له. يعني السيد بوريل بتصريحاته ماذا يقدم ويؤخر بالنسبة للدول الاتحاد الأوروبي وبالنسبة للأونروا وبالنسبة للأمم المتحدة؟ ما احترامي وتقديري لشخصه ومقامه، أنا لا أريد التجريح هنا، أنا أتكلم في السياسة، ماذا يمكن أن يفعل وماذا يمكن أن يضغط على هذه الدول؟ لا شيء، بل أكثر من ذلك، أليست هذه الدول هي ذاتها التي قطعت المساعدات عن الأونروا؟ يعني هل تصريح السيد بوريل سيعيد هذه المساعدات؟ وهذه نقطة، هل بوريل يعبر عن موقفه الشخصي وليس موقف دول الاتحاد الأوروبي؟ لأنه من المفترض أنه بالمفهوم أو بالمنصب منسق السياسات الخارجية للاتحاد ككل. لا، هذا التصريح لزر الرماد في العيون لتعقيب وتعمية الناس عن الحقيقة، هذا هو كل ما في الموضوع، لتعمية الشارع الأوروبي عن حقيقة الأمر، أن هذه الدول الأوروبية متآمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب الفلسطيني في غزة، نصرح شيء ونفعل شيء آخر. السيد بوريل يعرف تماما المعرفة ويقول أن الأونروا هي الباب الوحيد للشعب الفلسطيني في غزة، وتأتي هذه الدول التي يمثلها السيد بوريل تقطع المساعدات للأونروا. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أنك سيد بوريل قول ما شئت وصرح ما شئت لتعمية الرأي العام الدولي، ونحن نفعل من خلف الكواليس ما نستطيع فعله لتوقيف هذه المهمة للأونروا. وهم يعرفون تمام المعرفة أن قطع المساعدات للأونروا يعني تعطيل الأونروا في الداخل الفلسطيني وفي داخل غزة، الذي الأمل الوحيد للشعب الفلسطيني على أن يستمر على قيد الحياة. يعني هم يقضون على الشعب الفلسطيني بالطريقة السلمية بين هلالين إذا صح التعبير، من خلال قطع لقمة العيش والاستفادة والمعونات من الأغذية وغير ذلك عبر الأونروا، والإسرائيلي يقطع أو يقضي على الفلسطينيين من خلال الصواريخ والقذائف. فما الفارق بينهما؟ هذا يقضي بأصوات على الشعب الفلسطيني، وهذا يقضي بلقمة العيش على الشعب الفلسطيني، لكن التوجه واحد، الأونروا إذا توقفت يعني توقفت لقمة العيش في فلسطين في غزة. ومن هنا أي خطاب لم يعد ينفع لا من السيد بوريل ولا من غيره إذا لم يكن هنالك فعلا عملات على الأرض بأن تعاد المساعدات للأونروا، بأن تقف هذه الدول وقفة قوية ويرفعون الصوت في وجه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي للضغط عليهم لوقف هذه الحرب، وإلا سيكونوا متآمرين بل مشاركين في هذه المعركة بكل بساطة. يعني مهما كانت التصريحات مرتفعة، يعني مرتفعة الصوت، لكن بالمقابل العمل مختلف تماما. هل هذا يعني أنه لا يجب أن نثق كثيرا في التصريحات القادمة من الغرب بشأن مخطط أو سيناريو التهجير القسري لسكان قطاع غزة، ومن ثم الانتقال أيضا إلى الضفة الغربية المحتلة؟ بالتأكيد لا يمكن لنا أن نثق بهم، لأنه كل تصريحاتهم تؤكد أو أفعالهم تؤكد غير تصريحاتهم، وهذا إن دل على شيء يدل على أن المؤامرة كبرى على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية. هم ذاهبون إلى إنهاء هذه القضية بطريقة أو بأخرى، يريدون القضاء على المقاومة الفلسطينية بكل تفاصيلها، يريدون تنفيذ المشروع الوطني البديل، وهذا ما يطلبه الإسرائيلي بالتعاون أو بالأحرى بالغطاء الأمريكي. وهذه الدول ليس بجديد عليها أنها تائهة في السياسات الأمريكية، حتى العماء، حتى يعني النخاع كما يقال، وهذا ليس بجديد، ليس في غزة فقط وليس بالقضية الفلسطينية، فمع القضية الفلسطينية منذ زمن طويل، منذ أوسلو حتى يومنا هذا. لكن حتى في موضوع أوكرانيا، ألم يتبعوا السياسات الأمريكية حتى أغرقتهم بما أغرقتهم به؟ الدول الغربية اليوم ليس لها قيمة فعلية على الأرض أو تأثير فعلي مقابل السياسات الأمريكية، القرار هو قرار أمريكي بامتياز، والدول الغربية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ما تقرره أمريكا
تقرره هذه الدول. لكن أنا أعيد وأكرر عبر شاشتكم الكريمة وأناشد كل من يستطيع أن يرفع الصوت ويكون له دور فاعل، وخاصة نحن اليوم في موقف صعب حقيقة أمام مجازر مهولة، وإذا استمر الإسرائيلي في ارتكاب مجازره ستكون مجزرة بكل ما للكلمة معنى، ربما ستكون الثانية بعد هيروشيما وناكازاكي، ستكون في غزة إذا استمر هذا العدوان الإسرائيلي. نناشد مصر أم الدنيا، أم العرب وأم المسلمين، أن يكون لها موقف حازم وحاد، لأن وهي قادرة على ذلك، لأن توقف هذا العدوان، وربما هي الدولة الوحيدة القادرة على فعل ذلك حقيقة.